Шановні брати, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати, тому що я не можу казати «добрий ранок» або казати «доброго дня» чи «добрий вечір». І не можу, і це абсолютно правда, тому що... بداية أرحب بالجميع ولا أستطيع أن أقول صباح الخير أو مساء الخير لأننا لم ننم على مر الأيام الماضية ولا يسعني إنه أمر صحيح لأن كل يوم بالنسبة لبعض الأشخاص هذا اليوم يوم سيء وبالنسبة لآخرين قد يكون هذا اليوم الأخير. أنا اليوم أتكلم عن مواطنين أوكرانيا الذين يدافعون عن بلادهم ويدفعون ثمنا باهظا للدفاع عن حرياتهم. أنا يسرني جدا أن أرى ما يحدث هنا اليوم ويسرني أن أسمع ما سمعت. يسرني أن أشعر بهذا التضامن ويسرني أننا حصلنا اليوم على تضامن وتوحيد كل ووحدة كل دول أوروبا، ولكن لم أكن أدري أن هذا هو الثمن الذي سوف ندفعه لقاء ذلك. إنها مأساة بالنسبة لدولتنا، هذا الثمن باهظ جدا جدا. الآلاف من الأشخاص يقتلون، هناك ثورتان وحرب واحدة، 5 أيام من الغزو الشامل لروسيا. كما تعلمون أنا لا أقرأ رسالة كتبتها على ورق، لأن مرحلة الأوراق في حياتي دولتي قد انتهت، والآن نحن نتعامل مع واقع مرير، قتل حياة وإنهاء حياة وإنهاء أرواح. أنا أعتقد أننا اليوم نقدم الحياة من أجل أن نحصل على العدالة والحرية، ونحن نتخلى عن أفضل من لدينا وأقوى من لدينا. أوكرانيا، الأوكرانيون شعب رائع.